best of luck for all of you. بالتوفيق لجميع المشاركين في هذه الفئة. Thank you.
آخر مجموعة من المهرات لهذا اليوم، آخر فئة اليوم، اليوم الأول للعرض الدولي الخامس لجمال الخيول العربية، مجموعة المهرات بعمر 3 سنوات. نستعد أعزائي لاستقبال أولى المهرات بالتوفيق للجميع. We are ready to start. Good luck to you all. اللي جمعنا اليوم كلنا محبة الخيل، وأظن كلنا متفقين إن حب الخيل أغلبنا، حتى للمصورين بنفسهم جامعتهم في مكاننا اليوم محبة الخيل. وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قال كلمات عميقة في محبة الخيل، إذا حابين تسمعونها. والموريات اللي حوافرها تقدح شرار النار توريها، تشهد لها القدرة على القدرة، تشهد لها الدنيا وما فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها، وإن غبت عنها دورت عني ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها اللي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها. سبحان الله، محبة أهل الخيل وملاك الخيل وأصحاب المرابط حب لا يضاهى بثمن. يبذلون ما في وسعهم لراحة خيلهم قبل راحتهم. مستمتعين جميعا اليوم في العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة عام 2021، وبالتوفيق للمشاركين في هذه الفئة. نستقبل المهرة التالية. المهرة رقم 90 موجود الآن في الميدان. أتحفتينا يا سارة بهذه الأبيات الرائعة، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبدع الحقيقة في وصف الخيل. تحبين تسمعين بعض الأبيات؟ أكيد، اسلمي يا أم خالد. تسلمين يا سارة. يقول
دنيا الشعر عندي مبادئها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر إلا وقوة يميني ليتعليها، حب الرمك يجري بشراييني أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحانه وبعلمه مسويها، العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والحين مذكورة بتاليها، وما ينحلف إلا ترى بغالي هو اللي ذكرها وهو اللي مسميها، ظهورها عز وشرف تالد وبطونها كنز لمحبيها، واللي ما يعرف الخيل يا سارة يظلمها، وأهل الجهل لصقور تشويها. تشويها نعم نعم صح لسانك صح بدنش. نستعد لي أولى النتائج، ابقوا معنا أعزائي. We're ready for another filly. Next, please. المهرة اللي بعدها. بسم الله نبدأ مع أولى النتائج. ميرال 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 بيدي وميرال لمربط تالا للأستاذ عبد العزيز عبد الله الفوزان والمربي ناصر آل علي. الهوية العربية لميرال 19.5 خمس مرات، ثم 19.5 الرأس العنق، 19.5 ثلاث مرات، 19.5 19.5 الجسم وخط الظهر، 18.18 17.5 18.18 مرتين 18 قوائم، 15.5 من الجميع، الحركة 19 من الجميع، مجموع ميرال 91.40 91.40 on the screen for ميرال بي دي. ميرال is owned by Mr. Abdullah Al-Fawzan Talaster. Filly number 91, thank you. Next filly, مهرة اللي بعدها.
ننتقل أعزائي لنتيجة المهرة رقم 90. مهرة رقم 90 دي هدية من الأب أف إيه رشيم ومن الأم أم واي فاير روز دي لمربط أجمل المملكة العربية السعودية للمالك أستاذ تركي عبد الرحمن العثمان. دي هدية، وما أدراك ما دي هدية. يلا بسم الله، الهوية العربية اللي دي هدية 20 20 20 مرتين 19.5 19 و20. برافو. الرأس والعنق 3 مرات 20 3 مرات 19.5 و20. جسم وخط الظهر أول درجة 18.5 آخر درجة 19 و5 مرات 18. قوائم 15.5 6 مرات و16. حركة لدي هدية وأجمل استد 19 مرتين 18.5 3 مرات 19 19.5. المجموع 92.20. برافو 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 92.20 أجمل استد دي هدية 92.20 on the screen. Amazing score. رائع هذا المجموع يضع دي هدية بالصدارة. شكرا للمهرة رقم 92 ونستقبل الأخرى. We are ready for the next please. N93N so good luck. Okay, the result for the filly number 91, جوهرة الصواري. النتيجة لجوهرة الصواري للأب SW المروان والأم SF شاندرا. للمالك أبناء حسين بمحمد نور باشا مزرعة الصواري. النتيجة أتت كالتالي: النوع 19 18.5 مرتين 19 مرتين 18.5 19. الرأس والعنق 19 18.5 مرتين 19 4 مرات. الجسم وخط الظهر 18 من جميع الحكام. القوائم 15 14.5 15 3 مرات 15.5 15. الحركة 18.5 مرتين 18 18.5 4 مرات. فمجموع النقاط لجوهرة الصواري 89.20. and you can take a look at the screen, you see the result for جوهرة الصواري 89.20 owned by ابناء حسين بمحمد نور باشا الصواري فارم. Thank you.
ونصف 19-18.5 مجموع النقاط لعروب الخالدية 90.70. And you can look at the screen to look at the result for عروب الخالدية 90.70. And it's owned by فهد بن سلطان بن سلمان بن حثلين الوطن ستاد. Next Philip please and thank you. Okay, Philly number 98 in the arena and good luck. دعونا ننتقل الآن لدرجات المهرة رقم 95 نورة لسويكت من الأب طلال بداير والأم أمجاد الثانية ملك السيد أعلي علي أحمد طاهر البوشاجة مملكة العربية السعودية. هوية العربية لنورة 18.5 عند كل الحكام. الرأس والعنق أيضا إجماع لنفس الدرجة 18.5 من الجميع. جسم وخط الظهر 3 مرات 17.5 مرتين 18 مرتين 17.5 قوائم مرتين 15 4 مرات 15.5 و15 حركة 18 18.5 17.5 3 مرات 18.5 18 مجموع 88.20 a total of 88.20 for Philly number 95 نورة السويكت total of 88.20. Thank you. Next, please. مهرة اللي بعدها. Next, Philip, please.
الآن مع نتيجة المهرة كاساندرا اي سي. النوع 19 3 مرات، 19.5 4 مرات، الرأس والعنق 4 مرات، 19 19.5 3 مرات، الجسم وخط الظهر 17.5 18 6 مرات، القوائم 16 15.5 15 15.5 4 مرات، الحركة 19 مرتين، 18.5 5 مرات. مجموع النقاط لكاساندرا اي سي 90.60. Total point for Cassandra AC. On the screen you can look at the result. 90.60 for Cassandra AC. And it's owned by سعد بن محمد بن سعد بن سلمة Diamond Stud. Thank you for filly number 100 and next filly please. معنا في الميدان الآن المهرة رقم 101 ونتابع مع درجات المهرة رقم 98، المهرة رقم 98 جورية الخالدية من الأب يعسوب المعود ومن الأم بنت باسوليا ملك إسطبلات الخالدية لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود. قبلها نستقبل متنافسة أخرى. We can have the next please. درجات جورية الخالدية الهوية العربية 19 18.5 19 18.5 19 18.5 و19.5، الرأس والعنق 19.5 19 18.5 مرتين 19 مرتين 19.5، الجسم وخط الظهر 18.5 و6 مرات 18، قوائم 15.5 14.5 15.5 14.5 مرتين 15.5 و15، حركة 17.5 17 مرتين 17.5 و3 مرات 18، والمجموع 88.90. 88.90 for filly number 98 جورية الخالدية on the screen. 88.90 جورية الخالدية.
Thank you. Next, please. المهرة اللي بعدها. الآن نتيجة المهرة رقم 100 دارين السيد. النوع 19.5 مرات 19.5 الرأس والعنق 19.5 20 19.5 ثلاث مرات and 20 للرأس والعنق الجسم وخط الظهر 18 17.5 أربع مرات 17.5 القوائم 15.5 15.5 أربع مرات الحركة 19 18.5 18 18.5 أربع مرات مجموع النقاط لدارين السيد 91.10 total point for دارين السيد 91.10 and it's owned by السيد ستاد for Arabian Horse Spirit. This program is offered by دخول هذه المهرة تعرف على درجات المهرة رقم 102 شهرزاد الخلدية وهي ملك أبناء حسين بن محمد نور باشا مزرعة الصواري للهوية العربية 19-18.5 خمس مرات 19 الرأس والعنق ثلاث مرات 18.5 ثلاث مرات 19 و18.5 جسم وخط الظهر ثلاث مرات 17.5 18-18 17.5 18 قوائم 15.5 مرتين 15.5 مرتين 15 و15.5 حركة لشهرزاد الخلدية 19-18.5 مرتين 19 مرتين 18.5 مرتين مجموع 89.50 89.50 for
فيلي نمبر 102 فور الثواري فارم شهرزاد الخلدي. بالنسبة للمهرة رقم 101 للأسف استبعدت للعرج. Unfortunately, filly number 101 was a lame filly. It was eliminated. Thank you and ready for the next. المهرة اللي بعدها. نتيجة المهرة رقم 104 خميس المعود النوع 19.5 19 مرتين 19.5 19 19.5 مرتين. الرأس والعنق 19.5 مرتين 19 19.5 مرتين 20 19.5. الجسم وخط الظهر 18 3 مرات 18.5 مرتين 18 مرتين. القوائم 15 15.5 14.5 15 15.5 مرتين 16. الحركة 18.5 19.5 19 مرتين 18.5 19 مرتين. مجموع النقاط لخميسة المعود 91.10. توتال بوينت فور خميسة المعود 91.10. As you see at the screen, the result for خميسة المعود. And it's owned by Majid bin Hassan bin Nasser Al-Ghshayan Al-Arid Stud. ملك للأستاذ ماجد بن حسن بن ناصر الغشيان مربط العارض. Thank you. Next filly please. Next please.
تونا نتعرف الآن على نتيجة المهرة رقم 105 لوريا الماجد من الأب خيار ومن الأم رابية المعود للمالك أستاذ مصعب بن محمد الماجد مملكة عربية السعودية. هوية العربية 19-18.5-19.5 ومرتين 19-19.5. الرأس والعنق 18.5 ثلاث مرات 19.5 مرتين 19-19.5. جسم وخط الظهر 3 مرات 17.5 3 مرات 18 و17.5. قوائم الجلوريا 3 مرات 15 4 مرات 15.5. حركة 18.5 مرتين 18 4 مرات 18.5 المجموع 89.50 89.50 for Gloria on the screen and Gloria is owned by Mr. Musa Muhammad Al-Majid. Can we have the next, please? Next to go. المهرة اللي بعدها. Thank you.
This program is offered by Thank you.